مرحبا، أنا رامز جلال من قناة محترفكم في تلين المعلوميات. اليوم أقدم لكم حذف 200 متابع بنقرة زر واحدة. 200 متابع من الانستغرام نسبة إلى طلبات بعض الأعضاء اللي قاموا يعلقون على الفيديو الأخير مع تهكير متابعين الانستغرام. يريدون حذف متابعي الانستغرام لأن صاروا عندهم عدد هواية أو عدد كتير. هسه جبنا لكم احسن برنامج لحذف متابعي الانستغرام ويحذف من 25 الى 200 متابع، وهذا هو البرنامج مثل ما تشوفون. راح نحط لكم رابطه باسفل الفيديو، واعتذر جدا جدا اسفين لان الشاشه غير واضحه او غير واضحه الشاشه. نعتذر. عندنا اول خيار اسبره 4 نقاط صغيره، شويه ندير السهم هكذا مثل ما تشوفون، ثم ننقر من تطلعنا انفولو في هذا الزاويه، ننقر على تشيك ليست يقوم بالبحث على انفولو مثل ما تشوفون. هاي جاب لنا 450 واحد، يعني إذا حذفنا يظل لنا تقريبا 100. نروح نختار، عندنا 25 50 75 100 150 200، هو هذه 200 الحد الأقصى، والحد الأدنى عندنا 25، الحد الأقصى 200، وهذه 200 ما يصير زيدة مثل ما تشوفون صار أحمر وما يقبل. لازم الا تكون 200 فيل. نشرح الخيارات الجواب. هاي فروم توب يعني من الاعلى وتنازل، يبدا من الاعلى وتنازل. فروم سنتر يبدا من النص وينقسم. فروم بوتوم يبدا من الاسفل الى الاعلى. سيلكت راندوم، select random هذه يحذف لك، يحذف واحد بشكل عدل واحد بشكل تنازل، ويعني واحد بشكل تصاعدي واحد بشكل تنازلي. ننقر الى unfollow، مثل ما تشوفون الى 200 متابع يقوم progress، الى 200 متابع يقوم هاي راح تصير انفولو. احفظوا عندنا 521 متابع، 521. راح نوقف الفيديو حتى يكمل نفتحه مرة جديدة. مرحبا، عدنا لكم بالفيديو. مثل ما تشوفون الحذف المتابعين تقريبا 200 متابع حذف، ظل لنا 250 متابع يعني 350 حذفنا 521 متابع، صار عندنا 300 متابع يعني 200 انحذف. روح على الانستغرام لنتك مثل ما تشوفون غيرت حجم الشاشة. نروح على المتابعين على الانستغرام تاعنا. مثل ما تشوفون ادعوكم على الانستغرام مالي للانضمام علي وللمتابعة محترف الكمبيوتر للمعلومات. مثل ما تشوفون المتابعين 521 كانوا، وانحذفوا صارت 350 متابع. وبخاطركم شباب، ان شاء الله عجبكم هذا الفيديو وينال رضا، لا تنسوا الاعجاب والاشتراك في القناة.